لي يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم حقا نهني اليوم عائلة كرة اليد وعلى راسهم الجمعية قدامى اللاعبين على راسهم سيد الوزير القامة الخامة المدرب المربي المسير وزير الجمهورية سيد عبد العزيز درواس على هذه المبادرة الطيبة والمحمودة جدا. رياضة كرة اليد أنا كرياضي وخاصة كمبارز هذه الرسالة تاعي اللي نعطيها أنا لعائلة كرة اليد. أنا نقول لهم بلي هي رياضة كرة اليد معروفة بلي أحسن رياضة جماعية اللي كسبتها الجزائر. كرة اليد هي اللي طلعت المستوى العالي، أول رياضة جماعية اللي علمت الألقاب الدولية إلى رياضة الجزائرية ورياضات الجماعية، خمس مرات أبطال إفريقيا متتالية، أبطال البحر الأبيض المتوسط، كسبوا النهائي وضد من؟ ضد المنتخب الفرنسي آنذاك. أنا نظن هذا هو المستوى العالي اللي شفناه اليوم عند عائلة كرة اليد اللي نهنيهم، خاصة يعني نشوفوا يعني ثقافة يعني العرفان والرد بالجميل، وخاصة أنه يكون هذا التآزل اللي شفنا يعني كل الأجيال تاع كرة اليد يعني من الأصناف الدنيا اللي شفناهم يعني لاعبين المستقبل، حتى نقدر نقول لك المسيرين اللي ربي يطول في عمرهم اللي هما جداد اليوم تكريم مسيرين كبار. يعني أنا حضرت لهم اللي كانوا خامة خاصة المجاهدين برتبة مجاهدين اللي مدوا حياتهم لرياضة للرياضة عامة ولكرة اليد، وبالأخص أنا الحب هذه رسالة نحب نوجهها، يعني هذا هو النموذج الحي اللي هو للتطوع لهالناس هذه اللي مدت أكثر من وقتها لخدمة هذا البلد وللرياضة مدت حياتها. هذه يعني نسكروا خيرهم ونقول لهم يعني هنيئا لما هذا التكريم وهنيئا للمكرمين، وهذه هي الجزائر اللي نحبوا نشوفوها اللي هي أنه قال لك ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. هذا هو الوقار اللي نحبوا احنا نشوفوه للأجيال الصاعدة جدا. شكرا. نعم هذا اجمل شيء، لانه خاصه ان المسير كي يكبر ولا الانسان كي يكبر في السن يحب العرفان، الشاب يحب الاهتمام والكبير يحب العرفان. هذا هو الشيء اللي اليوم كان يعني محمود وعلامه مميزه ممتازه جدا للمنظمين، وايضا رساله مره اخرى نوجهها الى رساله شكر وعرفان لهذه المسيرين القامه الخامه المدرسه اللي علمونا ما بخلوناش عطاونا كل شيء، لولاهم ما كنا حنكونوا رجال. اليوم كرمنا مجاهد اهدانا الاستقلال، ومن بعد الجهات في يعني في حقبه الاستقلال علمنا الرياضه واعطانا كمسير. انا نظن هاد الرجال العظامى اللي احنا كشباب مهم جدا انه نقراو ايضا هذا الدرس اللي راه مفتوح يعني امامنا، الكتاب اللي مازال مفتوح واللي نتمنى ربي يطول في عمرهم احنا نستغلوا بركتهم وخاصه حبهم لهذا الوطن، حبهم لهذه الشبيبه وخاصه للعطاء. وهذا اليوم يعني شفنا نقول لك هذه رساله حب ابدا يعني تبدا من حب الوطن حتى لحب الله وحب الناس. وشكرا مره اخرى.